ومين اللي هيعلق على هذه المباراة؟ واحد حضراتكم كلكم بتحبوه، كابتن علي محمد علي هو اللي هيعلق على هذه المباراة تاريخية الحقيقة، هتبقى نهائي دوري الأبطال. كابتن علي محمد علي معانا على التليفون. يا كابتن علي ازاي حضرتك؟ وطبعا اكيد زي ما انت كتبت البرنامج وبتاكد على اهميه المباراه، ان شاء الله تكون مباراه تاريخيه وتكون اضافه ويكون لقب ان شاء الله لعبه النادي. يا رب ان شاء الله. كابتن علي، يعني الحقيقه انا اتكلمت مع حضرتك في كاس العالم للانديه قبل مباراه الثالث والرابع، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نكسب ونصل الى الميداليه البرونزيه في الثالث، يا رب يكرمنا ان شاء الله يوم السبت القادم. يا رب. على الرغم دائما من صعوبه هذه المباراه، اولا كابتن علي بخبرتك الكبيره جدا جدا في عالم التعليق وشفت مباريات كتيره جدا ونهائيات كاس عالم وكذا وكذا ونهائيات كثيره جدا، من وجهه نظرك كيف ترى هذه المباراه؟ هل حضرتك مع التقليل من فريق كايزر تشيفز ام حضرتك شايف ان المباراه دي 50-50؟ لا انا متابعك متابعه دقيقه فيما يخص مباراه الاهلي وكايزر تشيفز، واتفق معاك تماما ان المباراه مهم جدا نتعامل معاها بنفس قيمه واهميه البطوله. ايوه. بمعنى ان المنافس تاهل المباراه النهائيه اكيد هو فريق مميز، في عنده بعض الاختلافات في مشواره في البطوله، خسر امام سيمبا ثلاثه، خسر امام الوداد في المجموعات باربعه، لكن فريق مميز بيأدي بشكل مميز، هو صحيح على مستوى الدوري المحلي في المركز الثامن، لكن شفناه في لقائي الوداد صحيح ما كانش بيهاجم بشكل كبير لكن منظم جدا دفاعيا، عنده حارسين حراس مرمى مميزين سواء النيجيري او حارس الاخر الجنوب افريقي. احترام المنافس يا كابتن ده واحد من الحاجات مهمه جدا في كره القدم. ايوه. واكيد تقديرك للمنافس احترامك ليه هيسهل مهمتك. الحمد لله اطمنا على الاهلي في الاربع مباريات اللي قضاها في الدوري، بدايه بمباراه بيراميدز، مباراة سموحة، مباراة المقاولون، وقمة الأداء كانت مباراة المقص. أيوه. الأهلي ظهر فيها بشكل يطمن جمهوره ويطمن أشرافه، وأعتقد إن ظهور الأهلي ده إن شاء الله بالمستوى ده والأداء ده يخلينا نكون متفائلين كمان إن شاء الله بالأداء يكون كمان أقوى وأفضل من كده. وعن مجموعة اللاعبين الحقيقة بتقدم بشكل مميز اسمها اضافات. بس معلش يا كابتن علي، انا في النقطه دي تحديدا ممكن نكون متفائلين او ممكن نروح للتفاؤل، ولكن بعيدا عن الثقه الزائده، لان لا التفاؤل حاجه والثقه الزائده شيء اخر. طبعا بالظبط كده، لانه اتفضل يا كابتن. انت اكيد يا كابتن انا متابعك طبعا، عندك خبره كبيره طبعا في المباريات دي وصعوبه المباريات دي، صعوبتها مش في المنافس، صعوبتها في قيمه البطوله، بطوله مهمه كل مترقبها الكل منتظرها. انا بالنسبه لي هي مباراه الموسم زي ما هي برضه مباراه الموسم بالنسبه لجماهير النادي الاهلي وبالنسبه لعيبه النادي الاهلي واداره النادي الاهلي، فهي مباراه قيمتها كبيره جدا ولقب مهم، واحنا يعني دايما متعودين ان احنا بندفع مثلا كره القدم، واكيد لعيبه النادي الاهلي مش هتدخل على انها تسعد جماهيرها وتطلع جماهيرها ان شاء الله باللقب. كابتن علي، مباراة زي دي بتحضر لها ازاي؟ مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا، النادي الاهلي وهو ممثل مصر وحضرتك مصري ولازم طبعا تدي للفريق كايزر تشيفز حقه، وبالتالي بتفكر او بتحضر لمثل هذه المباريات ازاي؟ يعني انا يعني قعدت على المباراة حوالي اسبوعين تقريبا، وبدات استعدلها من لحظه تكليف المباراة. طيب. يعني من لحظه التكليف بدات اتفرج على كايزر تشيفز، اتفرج عليهم اكتر من مباراه عشان برضو يعني مهم، انا بعلق اختي وبيشوفوه في الملعب طبعا. طبعا. فاكيد ان انا هقدر احكم عليهم اكتر لما اتفرج عليهم اكتر من مره واشوف البوزيشن بتاعت اللعيبه، يعني بستعد استعداد خاص طبعا لمباراه نهائيه. ايوه. اكيد طبعا بتابع النادي الاهلي، يعني زي ما بتابع الدوري المصري اكيد بتابع النادي الاهلي كل مبارياته. ايوه. والواحد بيبقى عنده برضو حته برضو ناحيه نفسيه، انا كمعلق برضو بجهز نفسي نفسيا ومعنويا وذهنيا. وانا على فكره انا في اجازتي ثانويه، بس لما كلفت بمباراه طبعا بشرف ليا كبير، فيعني هقطع اجازتي ان شاء الله وارجع ارجع للدوحه ان شاء الله واعلق على المباراه، بعد كده ارجع اكمل اجازتي. اكمل الاجازه، معلش اعتذر بقى للولاد والمدام عشان الاجازه انا عارف بتبقى مش طويله. لا انا برضو يعني هنا عندي ناس منتظره المباراه، يعني عندي
في جماهير اهلاويه كثيره برضه. ايوه منتظرين المباراه وكله مترقب يعني، كله مترقب يا رب ان شاء الله. اهم حاجه كلكم يعني تبقوا سعداء ومبسوطين ان شاء الله باللقب والفوز، والمعلق يعني هو جانب من جوانب المتعه، وان شاء الله نكون يعني اضافه المباراة. الكل ارتبط في نهائي دوري الابطال السابق مع كابتن عصام الشوالي، طبعا واحد من اهم واعرق المعلقين اللي موجودين طبعا، المتابعين على المستوى الشخصي كمان وعلى المستوى الذهني. بالظبط الكل الاهلاويه يعني ارتبطوا بالقضيه ممكن اكيد طبعا في مباراه النهائي. الحاجات دي يا كابتن علي برضو انت خبرتك كبيره، واحد من افضل واهم المعلقين في العالم العربي، الحاجات دي بتظهر فجأة وانت على الهوا كده ولا والله بص انت انا اكلمك على كابتن عصام لانه يعني اعتز بيه جدا طبعا طبعا. احد اسرار نجاح المعلق هو العفويه، اللي بتطلع عفويه دي بتبقى افضل. عفويه الزملاء في بعض الزملاء بيكتبوا الافيهات ويكتب اقول ايه، ما ينفعش يعني رايي انا ما ينفعش اكتب واقول هعمل كذا هعمل كذا، لان المباراه ما فيهاش سيناريو، ما فيهاش احداث انت ضامنها. بالظبط. فانت لما بتطلع عفويه وتطلع بشكل طبيعي اللي طلع الكابتن عصام يعني، فهي وصلت، هي يعني من القلب للقلب، فبالتالي هي وصلت صح يعني، وربنا وفق الجميع ان شاء الله ووفقنا جميعا يعني. يا رب ان شاء الله. شايف لعيبه النادي الاهلي مين اللي ممكن يتالق في المباراه القادمه من وجهه نظرك يعني؟ انا عايز اقول لك يعني انا مش عايز اقول اللعيبه الاساسيين، عايز اقول لك التيم كله، النادي الاهلي التيم كله يعني، نبدا من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وطبعا ياسر ابراهيم وبدر بانون وايمن اشرف ومحمد هاني وكل المجموعه كله السوليه وديانجو والشحات وطاهر ومحمد شريف وكله طبعا كله وقفشه طبعا كل دولت يعني، واللعيبه اللي برضه بتشترك وبتدخل واسماء كثيره طبعا، زي كل دي اسماء النادي الاهلي يعني صراحه في الفتره دي فتره جدا. وانا اعتقد كمان مباراه الدوري الاخيره رغم انها يعني فتره زمنيه قصيره، لكن كان ليها دور مهم قوي، لان بصراحه كان من ضمن النقاط اللي الواحد قلقان فيها على المباراه النهائيه ان كان في فتره جاب في المباريات ما بين اخر مباراه لعبها النادي الاهلي في دور نصف النهائي وما بين المباراه النهائيه. الحقيقه مباراه الدوري اعتقد هيكون ليها دور مهم ان شاء الله في الحسم، وانا يعني مش عايز اقول اتوقع حد، بس طبعا اكيد كل مترقب محمد شريف المتالق في الفتره دي. قدم مباراه كبيره جدا، قدم اداء رائع جدا، انا بيفكرني بماركو فان باستن بصراحه يعني في رشاقه يعني انا بحب محمد شريف، تحس ان هو يعني مش متكتف في اللعب، تحس ان هو بيلعب بسهوله باداء مميز ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه طبعا، وهو اكيد طبعا كلنا نترقبه في منتخب مصر باذن الله، يكون احد النجوم الطاير طبعا مميز برضه يا رب ان شاء الله، لاعبين مميزين. وحمدي فتحي كمان انا ما قلتش اللعيبه اللي ليها دور كبير جدا في الفتره الاخيره دي، والحقيقه برضه موسيماني موظفه بشكل رائع قوي في الملعب. ايه رايك في اداء موسيماني بالمناسبه مع النادي الاهلي، خصوصا ان هو يعني قبل شهر او شهر ونص كان بيتعرض لحملات الحقيقه، على الرغم من هقول لك بلاش الاداء لو ما اتكلمناش على الاداء، ولكن على الرغم من النتائج الجيده في ذلك الوقت، الحمد لله دلوقتي الامور اختلفت تماما يعني. كابتن المهم النتائج، النتائج بتيجي برضه والاداء بيزداد ويرتفع مع تثبيت التشكيل، وشفنا الفتره الاخيره هو مثبت تشكيل بيلعب في فريق معين. ايوه كان عنده مشكله في بعض الاماكن، غياب علي معلول، كان عنده مشكله في اصابه محمد هاني، اوجد حلول واوجد شكل هجومي مميز جدا، اعاد الثقه لحسين الشحات، دي حاجات لازم تتكلم عليها، تقول دي اكيد كلها نجاحات. تطور جدا في اداء محمد شريف في الفتره الاخيره في ضربات الراس، وفي يعني في واضح جدا خطاباته مع طاهر مع النجوم مع السوليه في وسط الملعب مع ديانك، لا هو الحقيقه مدرب، انت شوف النتائج وشوف البطولات اللي حققها وتقدر يعني تقيمه التقييم السليم يعني. الاداء احيانا في اجهاد، الاداء احيانا نتيجه ضغط المباريات، الاداء احيانا بيبقى زي ما قلنا فتره الراحه اللي خدوها اللاعبين، الفتره اللي كانت ما بين نصف النهائي والمباريات. ايوه دي عوامل برضه، في حاجات ما بتساعدش، شايف الرولمانر يعني الحياه متلخبطه يعني، فده برضه بيأثر يعني. هو بيوجد الحلول وسط هذه الظروف الصعبه يعني، نفس الدوري
واللخبطه اللي احنا فيها من كوفيد والكورونا والانتخابات. لا الحقيقه والجهاز الفني اللي معاه كمان على اعلى مستوى يعني طبعا. طبعا لما بتيجي نتكلم على موسيماني بنتكلم على الكل طبعا. يعني احنا او حتى لما نتكلم على التيم مع بقول الاسماء لعيبه انا بقول اسماء كل اللعيبه مش انا يمكن ما اقولش بعض الاسماء لا اكيد كلهم بيقول كلهم اسماء كذا ان شاء الله. كل اللاعبين يستحقوا التهنئه على الوصول لنهائي افريقيا الحقيقه في خلال 6 شهور مرتين. اعتقد ربنا يكرمنا ان شاء الله يوم السبت وتصبح مباراه تاريخيه زي ما حضرتك قلت وزي ما الجميع الحقيقه ينتظرها ان شاء الله. ان شاء الله مباراه تسعد الجماهير وتفرح جمهور النادي الاهلي واحنا كلنا يعني بمختلف انتماءاتنا كلنا خلف النادي الاهلي وممثل كره القدم المصريه واللي كلنا طبعا ثقه في اللاعبين لعيبه النادي الاهلي وكمان اداره النادي استاذ كابتن حمدي الخطيب. ان شاء الله يوفق النادي الرياضي ويوفق النادي الاهلي باذن الله وفي تهنئه ان شاء الله معاك مره ثانيه باذن الله. يا رب ان شاء الله. اخيرا كابتن علي اهم ماتش علقت ليه للنادي الاهلي خلال فتره تعليقك الكبيره جدا خلال فتره انا علقت نهائيات كثيره يعني بس انا بعتز قوي بكاس عالم الانديه. كاس العالم للانديه. ليا الحظ ان انا اعلق للاهلي كاس عالم الانديه فيمكن فتره الكاس عالم الانديه دي كانت بالنسبه لي كانت يعني مباريات مهمه وكانت في الملعب برضه كان وحشنا التعليم الملعب. ايوه والجمهور حقيقه كان الجمهور المصري في الدوحه يعني كان مميز قوي كمان ادى جو حلو قوي. احنا ان شاء الله في انتظارهم ان شاء الله يعني باذن الله. يا رب ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا يا كابتن علي وان شاء الله كل التوفيق في التعليق على شكرا ليك وبالتوفيق ليك. ربنا يخليك يا كابتن علي. شكرا جزيلا للكابتن علي محمد علي رسميا هو اللي هيعلق على مباراه النادي الاهلي والكايزر تشيفز في النهائي دوري الابطال.